السلام عليكم. المهم اليوم جايب واحد الخبر اللي هو زوين، غادي يعجب بزاف ديال الناس الا كانوا دافعين ولا دفعوا ولا هنا كيتسناو المواعيد ديال البريفيتورا باش يديروا البريمو انغراسو ولا الدخول الاول في البريفيتورا، باش كيجيو وكيبغيو يمشيو مع الباترون ياخذ المواعيد باش يمشيو سيني. الاخوان ان شاء الله جميع البريفيتورات طاليان كامله، وداكشي بطبيعه الحال غادي يتقسم على حساب العمالات الكبار والصغار وكذا، وهذه يعني كاين موظفين جداد غادي يقوموا معالجة طلبات ديال ديكريتو فلوسي وكذلك المواعيد ديال الحساب البريمو انغراسو. الناس اللي جاو هنا بنور لا وسط بالكونترا كيمشيو للبريفيتورا باش يديروا الكونترا تو دي سوجورنو، الكونترا ديال الخدمه، الكونترا ديال الوراق مع الباترون. كنشوفوا بان دابا راه ما كاينش مواعيد وبنادم مازال حاصل، كاين اللي 6 و7 و8 و10 اشهر وكاين العام كاع بالنسبه البروفينشات الكبار ولا البريفيتورات ولا العمالات اللي هما كبار. الاخوان كاين موظفين جداد غادي يتقسموا على الطاليان كامله، في المثال فوجا، نابولي، ميلانو، روما، بولونيا، المدن اللي هي كبيره ولا العمالات اللي هما كبار غادي نعطيوهم واحد الحصه كبيره، واحد العدد اللي هو كبير ديال الموظفين مقارنه في المثال مع اوستا، مقارنه في المثال مع بولسانو ولا ترينتو، ولا على حساب يعني عدد الطلبات اللي كاينين ولا اللي كيعطيو على حساب كل العمالة. الاخوان يعني غادي يكون التعجيل والتسريع والتبسيط كذلك في اصدار ديال نور لا وسطى، لا التجمع العائلي ولا الكونترات، وحتى الناس اللي هما بطبيعه الحال هنا باقين حاصلين في المواعيد مع الباترونات ما مشاوش البريفيتورا. الاخوان نابولي راه عام الناس عام وباقين كيتسناو. الاخوان ميلانو كنعرف دراري مصريين سهل عليهم الله وجاو لهنا لميلانو، الاخوان راه اكثر من 6 اشهر وما كاينش موعد في ميلانو، يعني غادي يكون ان شاء الله تسريع. موظفين غادي يتقسموا على العمالات حسب يعني العدد ديال الطلبات والضغط اللي عليهم، وراكم عارفين الاخوان خبر اللي هو زوين. والتسريع دائما في اصدار نور لا وسطى. الناس اللي كتسول ان شاء الله على حساب القانون ديال 2024 امتى غادي نبداو يتصادروا نور لا وسطى، بحال العاده الاخوان بحال العاده الموسميات اللي هما عقود عمل موسمية ستاجيونالي موديل سي مع الجمعيات من بعد 30 يوم، الموديل البي والبادانتي ولا اللي كنتي دافع الموسمي في المثال مع باترون بريفات وباترون ديريكت من بعد 60 يوم. ثاني غادي نقول الاخوان راه ماشي 60 يوم غتخرج لك الكونترا، غادي يبداو حقاش شحال من واحد دابا مازال ما خرجش لي الكونترا، قال لي يا خويا يونس راه كنتي قلتي لنا 60 يوم، راه 60 يوم راه شحال من واحد توصل بالكونترا ديالو، وكنشارك معكم معلومات الكونترات وشحال من واحد توصل بالكونترا ديالو 30 يوم كان دافع مع جمعيات من طبيعه الحال عقود عمل اللي هي موسميه. الاخوان حاجه اخرى حنا كنشوفوا دابا بالنسبه للدفوع ديال ديكريتو فلوسي الكونترات في قانون عقود العمل ديال 2024 كاين 18 و21 و25، والتعمار ديال الطلبات غادي يبقى بالنسبه للموديل البي والدفوع ديالو ان شاء الله ولا تقديم الطلب ان شاء الله ولا اول كليك داي ان شاء الله اول نقر سريع وهو 18، غيبقى التعمار حتى نهار 17 غادي يحبس التعمار ديال الموديل بي. بالنسبه للبادانتي ولا كونفرسيوني 21 في الشهر غادي يتم تقديم الطلبات ديال لا كونفرسيوني والبادانتي، غادي يبقى التعمار حتى نهار 20 باش 21 يكون الكليك داي. بالنسبه للموديل سي الاخوان اللي هما عقود عمل موسميه ستاجيونالي فلاحه ولا السياحه والفندقه ديال 6 اشهر ولا 9 اشهر الاخوان، هادو غادي يبقى عندهم التعمار حتى نهار 3 حتى نهار 24، نهار 24 في هذا الشهر هذا باش يكون التقديم ديالهم 25، يكون حتى هما الكليك داي ديالهم ولا النقر السريع ديالهم نهار 25. واحد الاخ دخل عندي وكتب لي خويا يونس راك قلتي الناس لا دابا ما تدفعوش حقاش راه ما بقاش الوقت، ها هو التعمار كنشوفوا فيه، راه التعمار الاخوان كنشوفوا فيه ها هو باقي، ولكن دائما كنقول لكم راه كيطلب الطلب ديال مركز التوظيف، وشحال من واحد دخل يعني كيقول لك لا هذاك مركز التوظيف لا راه ما كاينش، يعني ضيعنا الناس بزاف كانوا بغا يدبروا على الباترونات وقلنا لهم لا، بالعكس انا راه ما نضيع لك لا قانون لا حتى شي حاجه، انا كنجي من جهتك باش ما تقاولش وما تصيش وما تسرعش، غنقول لك كيفاش هو التعمار. المهم بالنسبه لهذاك الطلب ديال مركز التوظيف اللي قلنا وخد تسنى 15 يوم راه كاينه الاخوان 15 يوم، هذا راه غير ميساج توضيحي لشي ناس دخلوا وكتبوا لي بان راك ضيعتنا ما لقيناش قانون وبقينا كنتسناو، يعني الخاص ضروري داك الطلب هو راه ما كاينش طلب، راه كاين طلب
كاين طلبه الاخوان، كاين طلب، هذا ميساج ليكم، راه بزاف ديال الاخوان كتبوا لي البارح، راه كاين طلب وخاصك تسنى 15 يوم. شي الا دفع لك شي واحد دابا عمر لك وباش يدفع لك موديل لبي وما دايرش طلب لمركز التوظيف، لان كاين واحد الروسي واحد ريتشيفوتا واحد الورقه كتقوم بالتحميل ديالها حتى هي، يعني مرافقه مع الطالب، كتقول لهم رانا درت طلب مركز التوظيف في هذا التاريخ هذا وقبل 15 يوم من الكليك داي. انا نقول لك كيفاش، انت في المثال انت راه ممكن انك تلقى باترون اللي يدفع لك موديل لبي واللي يدفع لك البادانتي، لان البادانتي والموديل لبي عقود عمل غير موسميه لانطلاق تقديم الطلبات ديالها ان شاء الله نهار 18، ممكن تلقى باترون ويدفع لك. في حاله ما يعمر لك دابا، في حاله ما الا ما عندوش دراري كاملين في المثال، يعني هو كان باغي واحد 15 واحد ويلاه لقى في المثال 10، يعني باقي خاصو 5، وفي المثال هو هذا الشيء قبل 15 يوم دار واحد طلب لمركز التوظيف باش يجيب 15 واحد، وهو يلا لقى 10، الى لقاك انت حاليا دابا، الى لقاك حاليا دابا وتفهمتي معاه يعمر لك ويدفع لك نهار 18، ما كاينش مشكل ديال طلب مركز التوظيف لانه ديجا معمر ب 15 يوم قبل على 15 واحد ماشي 10. في المثال انت دابا لقيتي باترون وما دايرش طلب مركز التوظيف، شتي في البحث، شتي في البحث ياك كيشوف واش قدم ليهم هذاك ريتشيفوتا الروسي ولا لا، داك التاريخ ديال مركز التوظيف ولا لا. الا كان ما مقدموش، يعني ما دايرش ديجا الطلب قبل، يعني الانطلاقه ديال الطلب قبل 15 يوم، ما غاديش يقبلوا ليه، وانت غتكون ديجا عطيت التسبيق ومخلصو، واشنو غيدير معاك هو؟ هو راه خلص هذاك الكاف، هو ما شغلوش، هو ما خسر حتى شي حاجه، خسر هو انت. علاش؟ لان الطلب ديالك ما تقبلش، بقيتي كتسنى، ضيع لك القانون وغادي يحيد لك 250 اورو ولا 300 اورو ولا 400 اورو ديال الطالب. الا بغى يعاود، الا بغيتي تعاود معاه غادي يعاود معاك، الا كنتي في المثال تسبق ليه واحد 100000 ولا مليون غادي يعاود معاك. ونهار تقول له اخويا ما كاين حتى شي حاجه، هي داز دابا في المثال 5 شهور 6 شهور عطيني فلوسي، غايقول لك اخويا غادي نحيد لك قيمه الطلب. من الاحسن يعني باغي تستافد من كونترا وهي نتفاهم مع السيد. انا كنت اسف لان كاين ناس ما كيلقاوش باترونات من طبيعه الحال، كاين ناس كيقلبوا ما كيلقاوش باترونات، ما كيلقاوش مع من يتفاهموا، ما كيلقاوش ثقه، يعني اللي معقول ما كيلقاوش. المهم نتفاهم قبل القانون 3 شهور ولا 4، حط النقاط على الحروف، نقول له هالباسبور ديالي شحال طلبت مني؟ طلب مني شي حاجه؟ كاين اللي ما كيطلبش من عندك، كاين اللي كيطلب من عندك كيصيرك باش انك ما تدفعش ثاني بلاصه اخرى ولا وباش انه يعمر لك ويخلص من التسبيق اللي غادي تعطيه. المهم الله يسهل عليكم الاخوان. اما موديل سي، الا تعرفت على شي باترون دابا باقي ما لقاش العدد اللي بغى ديال الدراري، راه ما كاينش مركز التوظيف وغادي يعمر لك ويبقى يعمر حتى نهار 24 في الشهر هذا، حتى نهار 24 في الشهر هذا ويقدم طالب. هادشي في حاله ما الا لقيتي شي واحد باقي ما لقاش هذاك العدد ديال الدراري اللي باغي يقدم ليهم، راه ممكن انه يعمر لك. بالنسبه للموديل سي غادي يبقى التعمار حتى نهار 24 في شهر 3 باش يكليكي ويرسل الطلب ديالك نهار 25. اما في المثال انت باغي موديل بي ولقيتي شي باترون اللي كان ديجا هو داير طلب كيف ما قلت لكم طلب المركز التوظيف على 15 واحد وهو باقي عنده 10 وباقي 5، ممكن انه يعمر لك حتى اليوم ويوجد لك الدوسي ديالك باش يرسل لك نهار 18. في حاله ما الا بغيتي موديل بي 2020 عقد عمل غير موسمي ولا لا بغيتي البادانتي يرسل لك الطلب ديالك نهار 21. الله يسهل عليكم كاملين، نتمنى ان الميساج يكون وصل والكلام يكون مفهوم الاخوان، تحياتي لكم. المهم قلب الى لقيتي مع من ادفع وحاول يعني ما تصيدش. الله يعاونكم.